عليكم بايس، مرة منزل سلامات بابيان اخوان. الحمد لله بخير وعلى خير يا اخوان، كل شيء مزيان. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على لامبورطاسيون في هذه العشيه هذه مع واحد السيد بلان دينيرجي. ولكن نتسناو الناس يدخلوا شويه، ياك موضوع زوين ان شاء الله. نتسناو الناس يدخلوا باش ندويو لهم شويه على الناس يدخلوا، الناس يدخلوا ناخذ دي كيستيون ان اتوندون، فهمتي. نتسناو الناس يدخلوا. صافا يا سير، سباس بيان الحمد لله. سي مروان كي غادي انت؟ مزيان بخير وعلى خير. ابا ترونكيل اخويا، شحال هذاك؟ صافا الحمد لله، مرحبا بك، كلشي مزيان. السلام عليكم. صباح اكسبريس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فلي دونك الموضوع غادي يكون لامبورطاسيون. الى عندكم اسئله على لامبورطاسيون، كيفاش ندخلوا السلعه، راه معنا السي ياسر امبور اللي غادي يدوي لنا على جميع يتعلق بالامبورطاسيون. تسناو مازال شويه الناس. سينو سا سباس كومون في هاد الايامات في لامبورطاسيون؟ كازا كاينه شويه السلعه. لامبورطاسيون غادي مزيان، غادي مزيان، غير هي كاين مشكل دابا لان الثمن ديال الترونسبور شويه غالي. اوكي، باقي طالع. باقي طالع، ولي كونتينر من لاشين المغرب قلال بزاف. هذه هي المشكله اللي كاين. شحال تقريبا الكونتينر واصل؟ الا بغيتي ال 40 بي تقريبا واصل دابا شي 10000 دولار، 9500 اخويا. بلا ما نخليك، ما تنصحش انه اللي يدخل هذاك. لا، لكن هذيك اللي كنتي باغي تدخل كونتيتا كبيره. ولكن الاخوان دابا ديال صحاب لي كوميرس، الناس غيكونوا الاهتمام ديالهم هو لي كوميرس، راه غيديروا الطياره بكيلو. واخا عرفتش غادي نديروا السياسير حيت الفطور قرب، فهمتي، وعرفت العشيه كتكون عيان، حتى انا كنكون عيان. نبداو على بركه الله، واللايف نخليه عندي، اللي بغى نرجع ليه يتفرج فيه من بعد. بيان سور، بيان سور. اول حاجه كنشكرك على قبول الدعوه ديالنا، راك الله يهديك على راسك. ما كنساش بغيت الناس اللي ما كيعرفوكش يعرفوا شكون هو سياسر. اوكي، نبدا بلا كارير ديالي وباش بديت وكيفاش تعلمت لامبورطاسيون. اولا الاخوان، انا كنت شديت الباك ديالي قريت اللغه الصينيه، قريت الشينويه عادي واحد تقريبا واحد عامين. من بعد جيت هنا المغرب، بديت كنتهاجر ما بين الشينوا والمغرب. ملي كنت في الشينوا كنت كندور شويه في السواق، كنشوف ملي كيتقداو المغاربه، ملي كيتقداو العرب، ملي كيشريو الناس الجمله تماك في لاشين. ملي جيت هنا للمغرب بديت كنتهاجر شويه هادي في هادي، كنشري من هنا ونبيع من هنا. بديت في الشركه ديالي وبديت كندير لامبورطاسيون، حتى يسر الله الحمد لله. وانا كنجي وليت كنجيب لاسي، كنجيب للناس الحمد لله. هادشي هي البدايه ديالي. الحمد لله، الحمد لله. دونك اول اكسبيريونس كي دازت؟ اول اكسبيريونس تعاود ليا. اول اكسبيريونس لامبورطاسيون. اوكي، اول اكسبيريونس سيدي كنت باغي نجيب واحد لي ماشين. شحال خسرتي فيها؟ خسرت فيها شي ديما الاكسبيريونس الاولى، فهمتي، الا ما خسرتيش فيها. خسرت فيها 20000 درهم بالضبط. اوكي، المهم تعلمتي ب 20000 درهم. تعلمت ب 20000 درهم. كان هذا واحد الكليان عندي في 2018. كان عطاني واحد لابونس ديال واحد لا ماشين ديال لومبالاج، بغا نمشي هاد لا ماشين هادي. مشيت انا للشينوا ديبلاسيت، كنت غادي ديك الساعات ديجا كريت لا سوسيتي ديالي، حطيتها. المهم قديت لي المسائل على ما يرى، مشيت للشينوا تقديت لي هادوك لي ماشين. المشكل اللي لقيت، ما عرفتش من عند من غنتقدر. ما بديت كندور في السواق تماك في الشينوا، ما عرفتش اللي غنكونتاكتي. بديت كندور في السواق، ما عرفتش اللي مزيان من اللي خايب، اللي غيعطيني كاليتي زوينه. المهم بقيت كندور. حتى لقيت واحد الشركه خديت من عندهم لي ماشين، توكلت على الله. المشاكل اللي لقيت هي، لقيت المشكل في الترونسبور، شكون اللي غيجيب لي السلعه من الشينوا للمغرب؟ يعني كيفاش غادي ندير انا؟ تقديت دابا هاد لي ماشين، انا غادي هاد الناس غادي يكملوا لا برودكسيون ديال هاد لي ماشين، هادو كيفاش غادي نجيبو؟ اوكي، لقيت واحد الشركه كدير الجروباج. شنو هو الجروباج؟ هاد الجروباج هذا غيفيد الاخوان بزاف. الجروباج هو شركه هنا في المغرب ديال الترونسبور كتجمع السلعه ديال الناس في كونتينر واحد. يعني هي كتاخذ كونتينر كتكريه، هذاك الكونتينر ال 40 بي اللي قلت لك السي مروان، كونتينر معروف كونتينر.
اوكي كانوا تبعو كاين كاين الاخر 20 بي 20 بي دونك 40 هو الكبير كاع دي 40 هو الكبير ال 20 بي فيه 6 متر في الطول 6 متر في الطول وفيه تقريبا واحد 34 سي بي ام 34 متر مكعب سبع 34 متر مكعب اوكي يعني كتحط يعني فيه في ليسباس يعني كتحط فيه السلعه وال 40 بي فيه 12 متر ديال الطول فيه 68 متر مكعب كبر منه يعني كت هاد الكبير هذا كتحط فيه شي حاجه اللي هي كبيره كتحط فيه بحال شي حاجه اللي هي في غلف بحال الثوب بحال اللي بغى يجيب كونتينر كبير يعني كاينين هاد الشركات هادو اللي كياخذوا كونتينر كبير ديال 40 بي ديال 40 بي و تياخذوا السلعه ديال هاد السيد هذا وهاد السيد هذا وهاد السيد هذا وهاد السيد هذا وتجمعوهم في كونتينر واحد وكيجيبوه هنا للمغرب هادو الدور ديالهم هو ترانسبور يعني هادو كيتكلفوا لك بالترانسبور صافي كتعطيهم السلعه ليه يعني ضروري يكون عندك واحد الانسان ليه اللي غيتقدى لك السلعه ديالك اللي بغيتي و غادي يعطيها لهذوك الناس ويدير الكونترول ديال السلعه عاد باش يعطيها لهذوك الناس دوك الناس كيتكلفوا لك بالترانسبور يعني ما كيتخامش عليك بالترانسبور بواحد الثمن اللي هو خيالي حيت هما السمران كيجمعوا السلعه ديال الناس والسي بي ام راه المتر مكعب كتاخد انت عندهم بالمتر مكعب كياخذ الكونتينر فيه 68 وانت كتاخذ من عندهم بجوج ثلاثه اربعه متر مكعب على حسب داكشي اللي بغيتي بالنسبه للمتر مكعب الثمن كيتراوح ما بين 900 درهم حتى ما بين 900 درهم حتى 1600 درهم 1700 درهم المتر مكعب على حسب لا بيريود باش ما نطولوش ياسر غادي ندخلوا نطرح عليك بعض الاسئله اللي كتعاونوا بزاف وكنظن شبعتي هذا النوع ديال الاسئله ولكن بس بارطاجي مع الناس اللي معنا هنا في انستغرام يعني داكوغ مرحبا ما كاين حتى شي مشكل واخا دابا شوف من الاخر بان لي واحد البرودوي في الي اكسبريس تستاتو في المغرب عجبني شنو خصني ندير باش نجيبو اولا الى عجبك برودوي في الي اكسبريس اوكي مزيان تستيتي جاب لك الريزلت مخير لي طال الاولى اللي خاصك دير شنو هي دابا انت تاكدتي بان المنتوج راه خدام وي ياك ثانيا خاصك ديفيني لا كونتيتي شحال بغيتي من هذاك من هذاك البرودوي راك عارف في الاول ما كنبغيوش نغامروا يعني واحد 100 200 100 200 اوكي 200 200 مقبوله 200 مقبوله غتمشي عند ترانزيتير ترانزيتير غتشوف هذاك البرودوي اولا واش مسموح يدخليه للمغرب او لا اوكي اول حاجه قبل ما انت ما تشري البرودوي حيت شي الا مشيتي تشريتيه وجا وعطيتي البيمون للفورنيسور اللي انت تعاملتي معاه لا سوا في علي بابا او لا علي اكسبريس او لا لي بلاتفورم اخرين كاينه واحد لا بلاتفورم ميدين تشاينا حتى هي فيها اثمان زوينين قبل ما دير هادشي خاصك تمشي عند ترونزيتير او لا ديواني في او لا ديواني في المطار تقول ليه السلام عليكم خويا راه بغيت ندخل هذا البرودوي شوف لي واش غيدخل لي ولا لا هادشي بالنسبه للناس ديال لي كوميرس بغاو يبداو بواحد لا كونتيتي اللي غيتستوى ديال 100 200 بياس الا كانت كونتيتي كبر من هذه كتولي هضره اخرى كتمشي كيقول لك اوكي جيبها كتجيبها كيقول لك اما يقول لك راه خاصك اوتوريزاسيون في الانفيني بحال دابا كاين شي برودوي كوزميتيك او لا برودوي فيه باتري يعني شي حاجه تليفوني باتري تليفونيك حاجه حساسه شويه عندها اثر على الجلده او لا عندها اثر تقدر تفرقع ولا شي حاجه الله يحفظ هما كيخافوا من هذا الشيء تقدر يقول لك راه خاصها اتيستاسيون فلانيه غتاخذها من عند المكتب فلان فلاني غتاخذ اتيستاسيون فلانيه من عند المكتب فلان فلاني كتمشي انت كتاخذ هذيك لي اتيستاسيون كتجيب المنتوج ديالك بخير ديك الساعات 100 بياس راه غيخليك تدخل اخا انا نطرح عليك سؤال اخر ابا ياسر انا سيدي ما فيا اللي خسر فلوس في لي اتيستاسيون ما فيا اللي برص راسي في داكشي كامل اشنو هما النوع ديال لي برودوي اللي كتنصحني انني نتيستي من الاخر شنو النوع ديال لي برودوي اللي كنصحكم تيستيو الاخوان اللي هما يكونوا مزيانين كيتمشاو مزيان وعليهم واحد شويه ديال الطلب ولا جبتوهم ما يحشمكمش مع الناس واوفرول يعني عامه لا كاليتي ديالهم كتكون زوينه ما تلقاوش هذوك المنتجات بواحد الكاليتي اللي هي رديئه
هما منتوجات ديال لورغانيزاسيون. اي حاجه عندها علاقه ب ب لي ستوند منتوجات ديال لورغانيزاسيون، شي حاجه ديال الكوزينه اللي ما عندهاش ضرر بالصحه ديال الانسان، غير ما تقاس الجلده، غير ما تقاس الجلده ديال الانسان ولا عندها ضرر عند الانسان، تيستيها وجيبها. صافي بارفي بارفي بارفي. واخا نقيت واحد لو برودوي اييه صافي، غادي نمشي معاك دقه دقه فهمتي توكل على الله. هادي بان لي برودوي قلت لي المسائل ديال الكوزميتيك ما تقربش ليهم، المسائل اللي فيهم لي باتري ما تقربش ليهم، المسائل اللي كيتكال داكشي كامل اللي كيحتاج الفيزاسيون من الاحسن ما نقربوش ليهم ياك. من الاحسن من الاحسن بون انا كان بون الا ما بغيتش نبرز راسي، اما نورمالمون الا لقيتي واحد لويني بروداكت كنظن غادي تمشي معاه وتقاد لي زيتوريزاسيون وتموج معاه حتى الاخر ياك، هي النصيحه هذه. ولكن انت الا ما فيكش ليه برز راسك بغيتي دير اون اوبيراسيون يلا بديتي غادي تجيب شي حاجه اللي ما عندهاش دي زيتوريزاسيون. واخا لقيت مثلا لقيت واحد لورغانيزاتور اولا واحد لو برودوي اللي عادي جدا وزوو بغيت فيه 200 بياسة، كيفاش غادي نكونتاكت السيلر وكيفاش غادي نعرف باللي هاد لو برودوي كاليتي عند داك لا قبل ما نشري منه؟ اوكي قبل ما تشري منه هادشي سا ديبون، سا ديبون على السيلر في لا بلاتفورم وكيفاش مريتي. بحال دابا مشينا لا بلاتفورم ديال علي بابا، اولا كاينه واحد لوبسيون في علي بابا سميتها تريد اسيرونس. تريد اسيرونس هاد تريد اسيرونس هادي انت قبل ما تخلص الفورنيسور، انت بعدا اصلا خاصك تدوي مع الفورنيسور، غتصيفط ليه دي ميساج، تصيفط ليه دي ميساج خاصو ريسبوندي معاك يتجاوب معاك اثمنه، تسول السيلر الاول السيلر الثاني السيلر الثالث، تشوف الريفيوز ديال الناس اللي دواو مع هاد السيلر هذا، تشوف الريسبونس ريت. الريسبونس ريت السمروان حتى هو مهم بزاف. شنو هو الريسبونس ريت الاخوان؟ يعني السيلر ملي كتصيفطوا ليه 100 ميساج شحال من ميساج كيجاوب عليه؟ اوكي كتلقى الريسبونس ريت ديال هذا السيلر هذا 70%، هذا 80%، هذا 90%، هذا 85%، هادو كلهم واحد لي بورسونتاج اللي هما زوينين. وكاينين واحد وكاينين يعني دي سيلر فيريفيين من طرف انترتيك، من واحد الطرف واحد الشركه سميتها انترتيك. هادشي كله كيكون في عند السيلر كيكون واحد لي لوغو، كتلقى لا بلاتفورم مريتي عنده خمسه ديال النجمات و مريتي من طرف هاد الشركه هادي. هذيك الشركه انترتيك شنو هي الوظيفه ديالها في لاشين؟ الوظيفه ديالها انها كتمشي لعند هذاك لوزين وكتكونترولي لاشين دو برودكسيون ديالو، يعني هذاك السيد اللي غيبيع لك برودوي او لا اللي غيدير لك لا برودكسيون ديال هذاك برودوي كتكونترولي لاشين ديالو كلها. يعني ملي كتشوف ان برودوي مسيرتي فيه من طرف انترتيك كتقول هذا راه نورمالمون خاصو يكون مزيان، ولكن ماشي كاع لي سيلر بيان سور. كتلقى في داكشي تقريبا واحد نقول لك واحد 50% مزيانين 50% خايبين، واخا كتلقى عندهم داك لو لوغو ماشي اون غارونتي بان بان داك السيلر راه غيعطيك السلعه زوينه. يعني واخا انت باش كتنصحني قبل ما نشري يعني 200 بياسه 200 بياس كنظن ما كتعتبرش شي كونتيتي اللي هي كبيره ما كتعتبرش كونتيتي كبيره. واش نمشي مع علي اكسبريس ديريكت ولا نشوف شي واحد سور بلاص يدير لي هاد لا ريشيرش ديال لو برودوي على 200 بياسه؟ شنو بان لك 200 بياسه احسن انت ديرها؟ احسن انت ديرها ندير نشري من علي اكسبريس من علي بابا ديريكت؟ علي اكسبريس لا ما تاخذش منه لا كونتيتي، علي بابا من علي بابا زعما من علي بابا من علي بابا اي ساعات 100 بياس 200 بياس تقدر تاخذها. صافي بارفي 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 بارفي. ولكن حسب الفالور عاوتاني عاوتاني استمرنا واحد القضيه بالنسبه لكل سيلر كتكون عنده ام او كيو. ام او كيو ديالو شنو هي ام او كيو؟ المعنى ديالها اقل كونتيتي تقدر تاخذها من عنده كتكون عند السيلر. مينيموم اوردر كونتيتي، مينيموم اوردر كونتيتي راه كتكون عنده، كتكون الام او كيو ديالو هو ديك الساعات كدوي معاه الام او كيو كتشوف هذا كيقول لك 50 بياسة اقل كونتيتي كوموندي عندي هي 50 بياسة، هذا 100 بياسة، هذا 200 بياسة. وي وي وي. بالنسبة للسيلر الاخوان غي تاكدوا منه وشوفوا لونغلي ديالو خاصها تكون زوينه، يعني خاص ديجا خاص من لي كاركتيرستيك ديال السيلر
لورغانيز الجواب ديالو كيكون اورغانيزي، ما كيكونش الجواب ديالو يعني لونجلي عيانه وما كيكتبش لك غير شويه بشويه، كتكون لا فراز ديالو يعني اورغانيزي. هالو سير، اي وود لايك تو ثانك يو فور ذيس، ذيس برودكت ويل كوست، يعني الطريقه باش كيكتب كتكون شي حاجه اورغانيزي باش كتاكد بان السله راه مزيان. اوكي فوالا، شفت السيلر ديالي، درت لا كومباريزون، صيفطت لي ميساج. بالنسبه للثمن اللي كيتحط في الي بابا، واش نقدر نيغوسي مع الفوريسور؟ يعني حط ليا مثلا كل برودوي بجوج دولار، واش نقدر ندير مع هذاك؟ هذا سؤال زوين. نقدر نيغوسي معاه؟ يهبط ليا مازال شويه الثمن. بيان سير تقدر تنيغوسي معاه، بيان سير تقدر تنيغوسي معاه، ولكن ما تنيغوسيش مع السيلر لواحد الدرجه اللي هي كبيره. بحال دابا هو قال لك برودوي كمثال 100 درهم، انت نزل ليه ديك 85 80 درهم، ما تقولش لا حسبوا لي 50 درهم، حيت الا قلتي لي حسبوا لي 50 درهم غيضحك. شنو راه هما في الطريقه ديالهم يعني لا بسيكولوجي ديالهم، راه ما يقولش لا. يعني بغيتي 50 درهم اوكي نبيعو لك 50 درهم، ولكن تسناش غيجي. المهم ما يزقلكش. لا ما يقولش لك هو دابا، حيت انت قلتي لي غنعطيك فلوس، غنعطيك 50 درهم للبرودوي. فهمتي يعني هذه فت لي ديك خمسات ويعطيك اون كاليتي اللي هي قليله شويه. وي فهمتك. داكا دونك ما نيغوسيوش معاه بزاف الثمن، ديروا معاه غير واحد نيغوسيو يعني معاه بشويه، شي حاجه ليجير هو ما يقدرش يبدل لك لا كاليتي وصافي. واخا علي اكسبريس، كيفاش مثلا 200 اوردر، يعني عندي 200 بيس، كل وحده مثلا دايره 10 دولار، يعني غادي نخلص عليه واحد 2000 دولار. 2000 دولار ما نقدرش نخرجها بلا كارت بونكير ديالي، كيفاش نقدر نخلص هذا السالر هذا 2000 دولار؟ ولا تقدر تخلص باي بال اللي هي امنه بزاف، تقدر تخلص باي بال يعني من امن الوسائل، تقدر تطلب الريفاين ديالك في باي بال. اوكي الداتا اللي كاينه الكبيره في الباي بال. لا ميثود الاخرى الا كانت عندك اون سوسيتي كتخلصوا عن طريق البنكه ديالك، دير ويسترن يونيون اللي قال لكم السيلر خلصوني بويسترن يونيون. لا ما عندكش okay. ما عندكش اون ميثود باش ترجع فلوسك معايا سي سيريك معايا؟ لا الصوت مشى ولا لازم نشوف لي جون. الصوت مشى واخا عرفتش ياسير استسمح. الله يسلمك. الكونيكسيون عندي ناقصه هاد الايامات، ما عرفتش علاش. شنو كاين؟ نكمل الاخوان، نتسناو واحد دقيقه باش يتجمعوا الاخوان الناس اللي الله ماشي مشكل، غادي نصوف كاردي اللايف ديجا. صوف كاردي البارت الاولى، اييه البارت الثاني حتى غادي نصوف كاردي. اوكي لابا بالنسبه بقينا في البيمون كيف ما قلت لكم الاخوان، الويسترن يونيون ما تستعملوهاش، ما عندكمش اون غارونتي باش ترجعوا فلوسكم. استعملوا باي بال او لا دي ميثود اخرين اللي نتوما تعرفوا احسن مني في ليكوم، يعني كاينين دي ميثود اخرين. ما عرفتش واش بايونير كيدير ريفاند ولا لا. محال ما عرف. المهم باي بال وسائل، وتقدر تخلص بتريد اسيورانس. هذيك تريد اسيورانس يعني مزيانه. تريد اسيورونس كيفاش كدير باش نصور قادو؟ تريد اسيورونس كتخلص باغ كارت بونكير ديالك. هي كتزيد دابا التريد اسيورونس كتزيد عليك في
كتزيد عليك واحد الفري ديال الاكسبيرينس الفري ديالها. داكور بارفي مزيان. ولكن كتغارونتي لك بان يعني السيلر الا شاف عندك تريد اسيورنس ما يصيفطش لك السلعه ماشي هي ديك. كيخاف على راسو ديك الساعه. وبالنسبه لامن ميثود تقدر تصيفط بها البيمون تمام، من احسن لي ميثود تقدر تصيفط بهم البيمون، وهذا الشيء باش كيصيفطوا الناس اكبر الشركات باش كيصيفطوا البيمون لي فورنيسور ديالهم عن طريق لا بنك الا كانت عندك الكونت ديال الشركه، يعني كونت ديال الشركه كتصيفط به البيمون. اوكي، انا باش تصيفط بالكونت الشركه خص يكون عندك البورت نت كيتسمى بيان سور. كتكون واحد لا بلاتفورم ديال البورت نت هي اللي كترولي ما بين البنكه ديالك الفورنيسور ديالك الديوانه والترانزيتير. واخا ندويو شويه على هاد البورت نت، عاد نمشيو للمراحل الاخرى. كيفاش الا بغيت، اشنو هو البورت نت وكيفاش الا بغيت نقاد البورت نت، بشحال كنخلص عليها؟ اوكي، بالنسبه للبورت نت خاص تكون عندك شركه كتكري اون سوسيتي اس اي ار ال مقاول ذاتي مخدم محدوده. لا لا، مقاول ذاتي ما خدامش. كتكري سوسيتي، يعني كتكريها الثمن ديال لا كرياسيون دو سوسيتي سا ديبون على حسب اش من مدينه انت فيها. 6000 درهم كاين اللي كيقول فيها 5000 درهم على حسب انت والكونطابل اللي مشيتي لعندو. ملي كتكري ديك الشركه كيكون عندك الحق ملي كتمشي عند ترانزيتير كيقول لك راه خاصك تكري البورت نت. هذاك بورت نت شنو هو؟ هو واحد لا بلاتفورم دايرها الديوانه باش كتصيفط بها البيمون الفورنيسور ديالك، باش كتكونترولي السلعه ديال لي دوان، كتكونترولي الترونسبور، كترولي ما بين الشركه ديالك والبنكه ديالك. يعني هو تقول يعني الوسيله ديال العنكبوتيه اللي كتشد جميع الاطراف ديال الامبورطاسيون. شحال كتخلص بالنسبه لهذا البورت نت؟ كتخلص عليه 3600 درهم للعام. الترانزيتير ديالك هو اللي كيتكلف لك بالبورت نت، اولا تمشي لعندهم يمكن لك تمشي للبيرو ديالهم في الدار البيضاء وتدير دوموند، ولكن غير خصك الشريك. واخا كاين واحد المشكل اللي هو كبير عند بزاف ديال الدراري اللي كنتلاقى معاهم، المشكل ديال اختيار ديال الترانزيتير. وي يعني كنعرف ناس دوزوا شي 7 ولا 8 ديال لي ترانزيتير مازال ما طاحوش في الترانزيتير مزيان. كيفاش نطيح في الترانزيتير مزيان؟ ولا غادي نقول هذا مزيان هذا ما مزيانش؟ اوكي، ندويو على لي ترانزيتير وشنو هما الخصائص اللي خاصك تقلب على فداك الترانزيتير اللي غتعامل معاه. داكور، نشوفوا لي ترانزيتير بعدا شنو تيديروا، الوظيفه ديال الترانزيتير نعرفوا بالترانزيتير. السيد اللي كيتكلف لك بالاستخراج الجمركي، استخراج الجمركي او ديال السلعه ديالك من الديوان، يعني هو اللي كيعرف لا ناتور ديال السلعه، كيعرف يعني اش من برودوي لو نومبر ديال البرودوي، كيدير رولي ليزون ما بين شركه ترونسبور والبرودوي ديالك، كيتكلف بالديدوانمون ديال السلعه، يعني هو اللي كيتكلف يعني لو رول ديال الترانزيتير هو اللي كيخرج لك السلعه من الديوانه اون جينيرال. دابا الترانزيتير الناس اللي ما لقاوش الترانزيتير مزيان، حيتاش ماشي كاع لي ترانزيتير يعني متمكنين، خاص ضروري الا بغيتي تلقى ترانزيتير مزيان خاصك ضروري تسول عليه عند واحد، تسول على الترانزيتير عند واحد يعني يكون ديجا شي واحد تعامل معاه، ماشي تمشي عند اي ترانزيتير تمشي معاه. مشيتي لجوجل كتبتي ترانزيتير مشيتي لعندو، تقدر تمشي عندو غير باش تدوي معاه باش تعرف شنو على شنو راسو شنو الوظيفه ديالو، ولكن ما يمكنش تتعامل معاه وانت ما عارفوش. يعني خاص ضروري خاص يدير بوجهك، حيت ضروري غتعامل مع الترانزيتير الاول ما هو ما كيعرف ما عنده حتى شي حاجه، خاص شي واحد يدير بوجهك، يعني ديجا شي واحد صيفطك عنده هو كيعرفو تتعامل معاه وتتعامل معاه المره الاولى والثانيه والثالثه وديجا خدام معاه. منين ترانزيتير كتقول ليه انا راه من طرف من الديوانه بواحد السرعه بواحد السبيد وواحد السلاسيه مزيان. اوكي، على 200 بي اس نحتاج ترانزيتير ولا لا؟
لا يا صاحبي مال الخير. اوكي دابا لقيت البرودوي ديالي، الفورنيسور خلص، الفورنيسور دابا كيجي المرحله ديال الترونسبور. ترونسبور شكون اللي كيتكلف به، انا ولا الفورنيسور، ولا كنتفاهم على هادشي مع الفورنيسور؟ يمكن تفهم مع الفورنيسور، يمكن تفهم، يمكن الفورنيسور ما عمره ما كيتكلف بالترونسبور، ولكن الا قلتي ليه عافاك شوف لي شركه ديال الترونسبور، يمكن يمكن ليه يشوف شركه الترونسبور غتكلف لك بالترونسبور. ولكن انا ما كنصحش بهذه القضيه هذه. علاش؟ حيتاش بحال عطيتي، بحال الفورنيسور عطيتيه 100% ديال الليفرج، يعني 100% ديال القوه، ما خليتي حتى شي قوه ليه. يعني الا بغى يقول بك غيقول بك. كيف ما قلت لكم الاخوان، ما عرفتش استمر الليله عندي شويه. بالنسبه ل كتسمعني يا مروان؟ وي وي انا معك. قلت لك بالنسبه ل فاش بقينا في الليفرج كتعطيه القوه، الى عطيتي تكلف كتعطيه القوه، يعني كتعطيه القوه يتكلف في الترونسبور، يعني اي سلعه يقدر يشارجي يشارجي يدوزها. اوكي دونك انا شنو شنو كنصح الاخوان يشوفوا شركه هنا في المغرب، يعني كاينين موجودين كيديروا الترونسبور، كتنيغوسي معاهم في الكيلوات وكيعطيوك الثمن وكتعطيهم نمره الفورنيسور ديالك، هما كيجمعوا لك السلعه عند الفورنيسور، كيديروا الرماساج عند الفورنيسور، كيديروا الرماساج من عند الفورنيسور بحال شركه ليفرازون ديال هنا، كيجمعوا السلعه عند الفورنيسور و تيجمعوها في كيعطيوها للشركه اللي هي معاهم. كاينين بزاف الشركات هنا في المغرب كتفاهم معايا على الكيلو، خاصك تنيغوسي معاهم الثمن ديال الكيلو، هادشي اللي كاين صافي، وكيتكلفوا لك بالسلعه وكيجيبوها لك هنا للمطار. المطار اوكي المطار هنا كاين الديوانه ياك. المطار الديوانه. دونك عاود لنا على الديوانه كيفاش. الديوانه سيدي هذيك موضوع اخر، هذيك الديوانه اللي هو شي لا لا ماشي مشكل نقول الاخوان ايه، يعني بغيت غنعبر على الديوانه، يعني هذاك هو زعما عالق هو هذاك هو العالق. اسمح لي راه خايك خوك صايم ياك ما تخلعتي سير الله يبارك. يعني الديوانه هي تقول السيروت ديال ليمبورطاسيون، هذا بمعنى يعني هي السيروت، يعني لما كنتيش كتعرف تماصري الديوانه وتعرف ناس فيها، يعني ما عندك حتى شي، يعني اللي بغاو غيديروا فيك. اللي كنصح الاخوان يقدروا يديروا باش يخرجوا السلعه ديالهم بواحد السلاسه اللي هي المعارف، سير عافاك ولا استعن بواحد ترانزيتير، ممكن تستعن بترانزيتير، ممكن تستعن ترانزيتير، واخا تقول لي عندي غير شي سلعه قليله غادي معاك للمطار عافاك خرجها لي الله يعطيك الخير، وعطي الترانزيتير كيكونوا عنده دي كومي. دابا ترانزيتير كيكونوا عنده دي كوم، يعني لي زومبلوي ديالو اللي كيخرجوا للتيران، هادوك لي كوم اللي كيخرجوا للتيران غتمشي عند واحد فيهم ديال شي ترانزيتير تقول لي عافاك راه عندي سلعه تتعرف حسن مني في هادشي، هو كيكون هذاك لي كوم اللي كيكونوا عنده المعارف ليه، انا عطيك لاسون فلان فلانيه عافاك عاوني نخرج السلعه. اوكي صافي كيمشي معاك يدير معاك واحد ثلاثه السوايع، بعد السوايع كيخرج لك السلعه. داكور يعني ما كنصحش الاخوان سي مروان، ما كنصحش الاخوان يمشيو يخرجوا السلعه ديالهم من راسهم، ضروري يكون شي واحد ديجا عارف البروسيسوس. واحد الخطره مشيت انا خرجت السلعه، كنت كومونديت واحد لابودر ديال الشعر، كومونديت فيها شي 100 بيس، واحد التسخسيخه ديال بصح ديك الديوانه والله اكبر تسخسيخه. شوف خرجت من اكادير انا صباح تما، دخلت لا دوان مع يعني مورا المطار مع 9 الصباح، من 9 الصباح وانا كنت جاره حتى 4 العشيه خرجت السلعه. شحال من ساعه هذيك؟ هو 9 3 ولا 8 السوايع. منين السؤال؟ والور كو كيما قلتي كانوا ناس دخلوا قضاو غارات خرجوا، بنادم كيدخل كيقضي غارات كيخرج. فعلا ما كانش عندي اوبيون اكسبيريونس، فريمون ما كانش عندي اوبيون اكسبيريونس، ما كانش عندي ليكسبيريونس، ما كانش عندي سوسيتي، ما كان عندي والو فهمتي.
طاح لي داكشي برخيص 100 بياسه كوموندي واقيلا بشي 300 درهم واقيلا ولا 400 درهم بالشيبين بكلشي فهمتي طحت في واحد لابون افير وزعمت ولكن خرجتها فهمتك خرجتها المهم المهم قضيت الغالب طابوا معانا طابوا معانا طلعوا ظريفين دوك الناس و... لا بريمير اوبيراسيون غير ماشي مشكل اوكي بون انا اللي بغيت نسولك ياسر اييه بون انا كندير لامبورطاسيون على جوج ديال الحوايج حيت السلعه اول حاجه ما كايناش هذه وحده اولا حيت السلعه كنلقاها غاليه انا دونك شنو هما النصائح اللي كتعطيني باش انني نطيح الثمن ديال لامبورطاسيون بالنسبه للنصائح باش طيح الكود ديال لامبورطاسيون هي لا كونتيتي ما عندك حتى شي ما عندك حتى شي ميثود اخر الا لا واخا نقدر فاش كنقولوا كونتيتي شحال ولا على حسب الفوليوم ديال البرودوي على حسب البرودوي الا كنت باغي نجيب بحال دابا كمثال هذا التليفون عندي هذا التليفون هذا الا كنت باغي نجيبو الا جبت 10 بياسات من هذا ماشي بحال جبت 500 بياس اولا الفورنيسور بغا نقول لي عطيني 50 بياسه ديال هذا ما غاديش يعطيني ثمن مزيان بحال اللي خديت من عنده 1000 بياسه او 500 يعني هذا اولا درتي لي ايكونوميزاسيون الثمن ديال البرودوي باش شريتيه داكور الحاجه الثانيه ترونسبور ملي كيكون عندك الكيلوات زايدين بزاف وكتمشي تنيغوسي على الكيلو مع الشركه ديال الترونسبور كتنيغوسي معها على واحد الكيلوات اللي هما كثار هما عاوتاني كينقصوا لك الثمن وهي غالي يعني لا كونتيتي هي لا ميثود الوحيده باش تقدر تطيح الثمن بالثمن ديال البرودوي بواحد الثمن اللي هو زهيد ومزيان بزاف اوكي اما بالنسبه للوقت اللي كتاخذ الطياره فيرسس فيرسس الكونتينر اوكي بالنسبه للطياره عندي واحد الطياره هي الاولى حيت هي اللي كيستعملوا صحاب لي كوميرس بزاف الطياره تقريبا كتاخذ باش تجمع السلعه دابا حنا غندير نحسبوا ثلاثه ديال الحسابات السلعه باش تجمع ليها الطياره الشيبين ديال الطياره اكطويل عاد باش السلعه باش تخرج من الديوان السلعه باش يجمعها لك الفوريسر غير خصك واحد السيمانه على حسب الفونيسو الا كانت عنده سلعه واجده راه غادي يوجدها لك وغيصيفطها لك هادشي سا ديبا الطياره غتاخذ لك على حسب الترانزيت تايم الا كانت الطياره غادي للصين وخاصها تمشي لفرنسا وتجي للمغرب اولا خاصها تمشي لتركيا وتمشي لمصر عاد باش تجي للمغرب الماكسيموم ديال هادشي هي 5 ايام يعني دير فراسك الطياره من الصين والمغرب 5 ايام حيتاش الا الطيارات ديال الشيبين كياخذوا شويه الوقت على باش يجيو ماشي بحال الطياره ديال الركاب اوكي 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 عاد باش الوقت باش كتخرج من تخرج السلعه من الديوانه صديق انا على سيمانه دونك ولا 15 يوم 20 يوم 15 يوم 20 يوم هذا هو الوقت شهر ماكسيموم كاع شهر ماكسي عادي شهر راه ما درتي والو شهر شهر يعني خليتي السلع يا صباح شلونك مزيان ولكن الثمن ديما كيكون طالع شويه بارابور للكونتينر بيان سور بيان سور دابا الفرق نشرح لك بعوتي لي كونتينر الفرق ما بين الكونتينر والطياره الطياره كيكون الثمن ديالها غالي ديال الترونسبور غالي بزاف ماشي غالي بزاف بارابور الكونتينر و لا ناتور ديال البرودوي اللي ديال البرودويات اللي كيجيو في الطياره سيمرون ماشي هما ماشي هما لا ناتور ديال البرودويات اللي كيجيو في كونتينر الكونتينر لي برودوي اللي كيجيو منه هما دي برودوي تقال يعني كيكونوا كبار شي غرف هادوك لي برودوي كيمشيو في لي كونتينر بزاف بالنسبه للبرودوي الكترونيك شي حاجه صغيره برودوي كوزميتيك حاجه صغيره وعندها اون فالور كثيره فهمتي هادو كيجيو في الطياره حيت الثمن ديال الشيبين ديالهم كيتقام بواحد الثمن زهيد واخا بالنسبه للي بغى يدخل لها باش شي حاجه من الاخر نقدروا نجيو عندك انت وناخذوا تكلف لينا انت
مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. لونسيت ان سيرفيس في هذا لو كوتي هذاك ديال لابورتاج. وي انا لونسيت لو سيرفيس الشركه ديالي. نشوف لكم ان كارت فيزيت ديال لا سوسيتي. الدراري اللي بغى يتواصل مع ياسير العمري انستغرام ياسير عمري امبور ياك ياسير بوان امبور ياسير بوان امبور دونك ياسير بوان امبور لاشين يوتيوب الاخوان لاشين يوتيوب راه كاين عنده دي فيديو كيعطي فيها امبور يعني كل حاجه بوحده هنا دوينا على كل شويه لاشين عنده راه فيها تبارك الله دي فيديو تبارك الله راه اكثر دابا راه وصلت اكثر من شي تقريبا اكثر من 10 الفيديو بارك الله وقتيني يا صاحبي انا راه شحال دابا باش بادي راه بادي بشي 6 سنين ولا 7 سنين يلاه عندي 10 5 د الفيديو فلاش انا عندي دونك ياسر عندي المسائل كنشرح الاخوان بحال دابا هذا الفيديو هذا مهم بزاف بالنسبه للناس اللي جابوا بغاو يجيبوا عينه ديال البرودوي عينه لي شونتيون هنا كاينه لا ميثود ديال الكومونيكاسيون مع السيلر لابليكاسيون لا شارك كاين لي ميساج اللي خاصك تصيفط للسيلر هادو كلهم لي ميساج اللي خاصك تصيفط للسيلر كيفاش تفادى النصب في علي بابا يعني هذا الفيديو مهم بزاف حتى هو الطريقه الاحترافيه ولا ميثود سيليكسيون باش تسيليكتي الفورنيسور مزيان فاش كالكولي الثمن بشحال يطيح عليك البرودوي يعني من المغرب للشينوا شنو هما الشروط اللي خاصها توفر عندك باش تامبورتي من الشينوا يعني كاين تبارك الله فيديوهات دونك كاع داكشي اللي دوينا عليه كل حاجه درتي عليه فيديو كل حاجه كندير عليها فيديو كل حاجه كندير عليها فيديو صافي مزيان دونك الا بغيتو تدخلوا باش تشوفوا دخلوا انستغرام عند ياسير انستغرام قلب فيزيت ديالو قلوبة انا مقلبه من الجهه الاخرى شنو الاخوان هذه لا كارت فيزيت الشركه يعني اللي بغى يجيب شي برودوي ولا شي حاجه مرحبا على راسه بها دونك ياسير اخر حاجه اخر كلمه باش نمشيو حتى الله وصلتنا الوقت دابا شي نصيحه اخيره للدراري على لامبورطاسيون اخوان شي نصيحه اللي كتشوفها انت كتعاود عندك في لا كيسيون بزاف بالنسبه للدراري ديال لي كوميرس هنا في المغرب بالنسبه للدراري ديال لي كوميرس كيسولوني شنو هو اقل راس مال خاصو يكون عندي باش ندير لامبورطاسيون هذا هو السؤال الشاسع داكو جاوبوا عليه دابا بالنسبة لأقل رأس مال في الامبورطاسيون خاص تكون عندك تقريبا 41 كتسمعني استمرار عاود 40 حتى 50 الف درهم ياك 40 50 الف درهم داك علاش حيتاش لامبورطاسيون بعد الخطرات كيخرجوا لك شي بحال دابا الديوان يمكن لك تزيد عليك في الثمن كاينين كيخرجوا بزاف ديال يعني شي حاجه ان اكسبكتد لي زام بريفي بزاف يعني ضروري خاص يكون شويه ديال الراس مال بالنسبه للاخوان كنصحهم يخدموا بعدا برودوي في السوق يخدموا مزيان في برودوي ديال السوق يديروا واحد شويه راس مال حتى كنظن حتى 30000 درهم كافي يعني اقل حاجه 30000 درهم حتى 50000 درهم مزيان يمكن لك تامبورتي بها برودويات بان كونتيتي مزيانه اللي غتقدر تخدم فيها سامر شكرا اخي ياسر على المعلومات مرحبا اتمنى انا فطور كيدوز مزيان كنشكرك بزاف على لي زانفورماسيون كما قلت لكم هذا لو لايف يعني كاين البارت الاول ديجا مسجل هذا البارت الثاني غادي ندخلو توا في اي جي تي في باش يبقى الناس اللي باغيين يستافدوا والناس اللي باغيين يستافدوا اكثر على المسائل ديال لامبورطاسيون يدخلوا عند ياسر.import يدخلوا عند لاشين يوتيوب كلشي اللي قال في هذا اللايف
كل حاجه مشروحه بوحدها ودائما لي ستوريز تبارك الله ياسير واجه بشوش واحد الانرجي اللي هي كبيره غير دابا حيت صايم لا نرجع قليل نهار كله ولا كيبيع راه انا اخي يسلم عليك تا هو اخي محمد تبارك الله عليك يلا تبارك الله عليك اخي ياسير السلام عليكم اصحاب قرب السلام عليكم ان شاء الله الله يجزيك ان شاء الله كيف صرفتك